Holy scripture or scientific text, the Quran is both. There is no clash. Hello and welcome. Today we're going to take a closer look at... لا يوجد تناقض بين الدين والعلم ولا يصح أن يوجد أي تناقض لأن لا تناقض بين العلم بالله وبين العلم بمخلوقاته كلما ازددت علما بمخلوقات الله كلما ازددت علما بالله سبحانه وتعالى وبحكمته والإسلام بالذات دين عقل ودين منطق ودين علم ولم يحفظ لنا التاريخ أي مواجهات بين الإسلام وبين العلماء ولا أي محاكمات من نوع محاكمات جاليليو أو إحراق برونو كان دائما الإسلام متسقا مع كل جديد في العلم ولكن هناك بعض الناس بيحبوا يفتعلوا معارك ويفتعلوا تناقضات وينقلوا عن السلف أقوال مغلوطة أو فهم مغلوط عن السلف يبنوا عليه نوع من الرفض للعلم أو تناقضات مع العلم وبعض هؤلاء أنكر كروية الأرض وأنكر دورانها اعتمادا على كلام سلفي شيء عجيب والعجيب أكبر العجيب أكثر من كده إن هؤلاء الناس تراجعوا لما قيل لهم إن ابن تيمية له رأي في استدارة الأرض وكأنما أي معلومة فلكية مش ممكن تمر عندهم وتبقى مقبولة إلا إذا وقع عليها ابن تيمية وابن تيمية عالم عظيم من علماء السلف وهو إمام عصره بلا جدال وله اجتهادات عظيمة في الشريعة والأحكام والفقه لكن نظلم ابن تيمية إذا جعلناه حجة فلكية في عصر ما بعد التلسكوب وما بعد الأقمار الصناعية وما بعد النزول على القمر ده تبقى منتهى المغالاة منتهى المغالاة وتحميل للسلف الكريم بما لا يحتمل وفي الواقع ده ما هوش دين اللي حصل ده ما كانش دين إنما هو نوع من التحجر نوع من الجمود نوع من الكسل الفكري نوع من الوقوف عند النقل والوقوف عند التقليد نوع من التنطع الجدلي والحاجات دي كلها ما هيش دين الدين هو فكر وانطلاق وبعدين الدين عندنا دين عقل وجادل بالحجة والبرهان مش أي كلام قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فهل أتوا ببرهانهم مفيش المسألة كلها ظاهرة من ظواهر الجمود والتحجر والكسل الفكري والوقوف عند النقل والتقليد ودي كارثة في الواقع دي كارثة الدين هي المسلمين نفسهم في القرون الأخيرة توقفوا عن عن الاجتهاد تماما وتحجروا وأصبح خناقات كلها حول تعصب لشخص معين من السلف أو شخص آخر ومش عايزين يخرجوا عن هذه المنطقة الفكرية بالمرة ولا عايزين يسهموا بدورهم But it doesn't end there. لكن هم مش عايزين يفكروا ويعني
الله. وليه نحن نروح نجادل في الحاجات دي؟ معناه نروح لقلب القضية كلها، يعني روح الدين بتاع روح الدين بتاعنا العلم والعقل. يعني أفلا تعقلون، في كل حتة في القرآن قل رب زدني علما، ده أمر ربنا أمرنا إننا نستزيد من العلم، نتعلم من الشامي والحلبي والمغربي والأمريكاني والياباني والصيني والروسي ومن الكل نتعلم. Think about this for a moment. فلو أن رسول الله فسر القرآن وأريد به الكونيات فيه لجمد القرآن، لأن من منا يستطيع أن يفسر بعد أن يفسر رسول الله؟ سيقف الأمر، وما دام يقف الأمر تأتي المعطيات الجديدة ولا تجد في القرآن عطاء لها. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبين لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن، إذا ما زاد عن الأحكام المطلوبة فالزمن هو الكفيل بتفسيره. يطرق الحق سبحانه وتعالى منافذ لوسبات العقول في العلم، حتى إذا وسبت العقول في العلم أمكنها أن تجد الخيط الذي يمكن أن يربطها بالكون كما خلق. Think about this for a moment.